بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مشاهدي قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال، بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبداية أيضا يهمني أن أتقدم بالتعزية لنفسي ولجميع المصريين في شهدائنا الجنود الأبرياء الذين قطعتهم يد الخسة والجبن والغدر بالأمس، رحمهم الله وأدخلهم فسيح جناته. موضوعنا اليوم أخواتي الأعزاء عن التهابات الأمعاء والنزلات المعوية وحميات المصارين والأمعاء وارتفاع الحرارة وعلاقتها بالوقت الحالي من الوقت اللي احنا فيه اللي هو وقت الصيف وارتفاع الحرارة وانتشار هذا النوع من الأمراض قديما وحديثا، حتى ان احنا كنا وصلنا في تسمية في بعض الأوقات علشان نتجنب الذعر والهلع للناس بان احنا بنسميها أمراض الصيف. طبعا هو طول عمرنا بنتعامل من خلال شغلنا في أطباء حميات على عبر 40 سنة الماضية عن أمراض عديدة، وكان أشهرهم في بداية عملنا من 40 سنة مرض شهير كان اسمه التيفود، وما زال اسمه يعني يظهر ويبدو من حين لآخر في بعض الحالات وبعض الأماكن، ولكن ليس بالشدة والضراوة التي كان عليها في القديم الماضي، لان كان المرض دوت كان مرض شديد جدا جدا، لانه كان اكتشافه متاخر وكان علاجه بياخد وقت طويل، وكانوا بتوع الحميات بس هم المتخصصين في هذا المجال، فكانت مشكله يعني برضو عامله لنا ارق طبي في مصر وارق صحي. بدايه نقول انه اشمعنا الصيف ومشمعنا الامراض المعويه وشمعنا الحمى مرتبطين ببعض يعني، والناس دايما بتخاف يقول لك لما يروح للدكتور وعنده سخونيه يقول له يا دكتور انا حاسس ان عندي حمى في مصاريني، انا حاسس ان مصاريني بتغلي. انا كان جالي الدور ده حضرتك زمان من 20 سنه وحجزتوني في الحميات عندكم وقعدت مده كبيره اتعالج منه وحاسس بنفس الاعراض. يعني اللي بيجي له المرض مره بيبقى المرض دايما عامل هاجس وعامل شبح وعامل رعب للانسان اللي اصيب بهذا المرض مره، ويبقى دايما يترقبه ويخاف ان هو يعاوده او يداهمه المرض بنفس المنظر الصعب القديم اللي كان موجود فيه. امراض الشهيرة من امراض الحميات زي مرض التيفود او مرض الحمى الملطية اللي بنسميها البروسيلا او امراض النزلات المعوية او في بعض الاحيان الاصابات ببعض حالات الكوليرا او اصابات تسمم غذائي او اصابات معينة من ميكروبات محددة ممكن تعمل شبه او بيئة زي الايكولاي اللي كان حصل منه مشكلة في اوروبا من حوالي عام او اكثر. كل هذه الحاجات كلها بتحتاج مننا ان احنا نفتحها شوية علشان نعرف الحقيقة ونعرف ونشيل من دماغنا الاوهام ونطمئن ونتقي المرض ونعرف ازاي نتعامل معاه، وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا ان شاء الله رب العالمين. احنا عارفين انه البني آدم ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة وخلقه في معاه مزايا وأجهزة للتعامل مع العالم اللي هو موجود فيه عشان يتوافق معاه بشكل طبيعي. يعني الإنسان اللي موجود في أقصى درجات البرودة في شمال الكرة الأرضية في سيبيريا أو في ألاسكا أو في الأماكن دي كلها اللي كلها تلج بيقدر يعيش، والإنسان اللي موجود في وسط الأدغال بتاعت أفريقيا اللي فيها حرارة عالية جدا أو في عند البرازيل أو في الصحراء بتاعت الجزيرة العربية أو في صحراء الهند، ودي تبقى طبعا بتبقى درجة حرارة فيها فوق 50 بيقدر يعيش. ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان منظم لحرارة الجسم في المخ اسمه مركز التحكم في الحرارة سبحانه وتعالى. هذا المركز يحافظ على حرارة جسم سيادتك سواء كنت سيادتك واقف في الشمس او في حرارة 45 بتشتغل او قدام فرن او ده جوه تلاجة بتاعت شركة او في شمال الاتحاد السوفيتي او روسيا او ألاسكا اللي موجودة في شمال الولايات المتحدة الامريكية. يبقى هنا المركز ده مركز خطير جدا جدا، مركز للتحكم ترموستات في حرارة الجسم بتبقى ثابتة بتاعت حضرتك في اي وضع عند حرارة حوالي 37 درجة مئوية اللي احنا بنقول عليها درجة حرارة جسم الانسان. يعني الانسان مش هيبقى درجة حرارته صفر ولا درجة حرارة حسب الجو، لا الانسان درجة حرارته ثابتة لانه الاجهزة اللي خلقها ربنا داخل الجسم والخلايا والتمثيل الغذائي
وعمل المخ والدورة الدموية وسيولة الدم كلها محتاجة هذه الحرارة الثابتة. لو ارتفعت الحرارة عن كده يحصل مشاكل، ولو قلت الحرارة عن كده يحصل مشاكل. هذه المشاكل ممكن تؤدي لإعاقة مؤقتة أو مرض مؤقت، أو ممكن تؤدي لإعاقة مزمنة، أو ممكن تؤدي إلى أنه يبقى الإنسان عنده لا قدر الله دخول في حالة خطر على حياته لو ارتفعت حرارته أكتر من 41 درجة مئوية لمدة نص ساعة. يعني لو بني آدم عنده جسمه أصيب بحمى أو وقف في الشمس الفظيعة الظهر لمدة طويلة بيتحرك فيها، هنا هيبقى في تعرض واكتساب للحرارة باستمرار، ممكن يصاب بحاجة اسمها ضربة حرارة. ضربة الحرارة دي أو ضربة الشمس ديت تاخده لدرجة الجسم كله يسخن يسخن يسخن، يتلف المركز اللي ربنا خلقه عشان يحمينا في المخ، لما يتلف ويفصل يبتدي البني آدم بقى يبقاش في حماية، يبتدي يسخن زي حتة الإزاز أو حتة الأسفلت اللي تحت الرجل أو زي الباب الحديد أو زي ساج العربية، يفضل يسخن إلى ما لا نهاية، وبالتالي يتلف مراكز المخ اللي هي أضعف حاجة في الأول، وأخطرهم مركزين موجودين في جذع المخ اللي هم اللي بيتحكموا في تنظيم ضربات وحركة القلب وتنظيم حركة التنفس. يبقى إذا الإنسان فقد المنظمين دول بقى بالتالي بتوع القلب والتنفس، هتوقف القلب وتوقف النفس من المخ من فوق، ونلاقي البني آدم وشفناها حالات كتيرة في حالات بتجيلنا في المستشفى أو غير المستشفى، إن إحنا نلاقي بني آدم موجود ملفوف في أغطية عشان كان بيرتعش، أو طفل ملفوف في أغطية علشان أمه خايفة عليه قال إيه من البرد في الجو الجهنم ده، وهي نازلة بيه مسكينة من مكان بعيد وبتركب عربية تنتقل بيها في الزحام بتاع العربيات ومشاكل الطرق اليومين دول، تاخد لها 3-4 ساعات في عز الظهر، من الظهر من الصبح للظهر يكون العربية غليت والولد غلي وابتدى يسخن ويتلف مركز المخ بتاعه ويتوفى في ايديها، وهي فاكرة ان هو نايم في ايديها، وطبعا بتبقى صدمة رهيبة جدا جدا جدا. ممكن برضو يحصل الكلام ده للكبار، لو واحد مشي مدة طويلة في الصحراء من غير ما يكون عنده واقي على دماغه من حرارة الشمس، او لو واحد توقف في مكان فيه شمس جامدة زي الناس اللي هي احيانا كنا شفنا من حوالي 2-3 سنين برضو شاب مصري فقد حياته لانه كان مشي مدة طويلة على رجليه في منطقة الغردقة، وعارفين الغردقة يعني حرارة فيها رهيبة في الصيف، فطبعا ما يحتملش الشوارع بتاعتها الانسان يمشي فيها لمدة نص ساعة او ساعة، فمشي المسكين بدون ما ياخد باله او حذره لغاية لما سقط صريع الحرارة. والقصة دي طبعا موجودة تاريخيا في حادثة دنشواي لو انتوا فاكرينها ايام الزعيم مصطفى كامل عليه رحمة الله. يبقى هنا احنا بنقول انه الحرارة العالية بتاعت الجو بتساعد على انه يبقى في مشاكل في الجسم، او الجسم يبقى في حالة غير طبيعية جدا. هذه الحرارة العالية اللي الانسان لو اخدش باله منها ولبس ملابس خفيفة في الصيف وشرب سوائل كتيرة واتقى او توقع انه يقف في الشمس مدة طويلة، بيبتدي تبقى عامل مساعد لما يخش ميكروب بقى على الجسم من جوه وهو في حالة انهاك، هذا الميكروب يبتدي يرتع ويلعب ويلهو وينتشر ويزداد ويزيد ضراوة وشراسة، ويبقى في حالة عدم تكافؤ بين مناعة الجسم اللي ربنا خلقها الطبيعية اللي قلنا عليها من الاول وبين الميكروب اللي داخل في هذا التوقيت. الميكروب دوت بتبقى ميكروبات كتيرة، اشهرها الميكروبات المعوية في فترة الصيف. في طبعا ميكروبات بتصيب الجهاز التنفسي، وميكروبات بتصيب العين، وميكروبات بتصيب الجلد، وميكروبات بتصيب الجهاز البولي، ده كله في الصيف، لكن اشهرهم امراض الجهاز الهضمي او الامراض المعوية. ليه؟ لانه زي ما الانسان بيتلف او بيفسد او بيضعف في الصيف من الحر بيبقى مناعته مش مظبوطة، ايضا الاطعمة المكشوفة الموجودة في البيوت خارج التلاجات، الأطعمة اللي بتتباع على الرصيف، الأطعمة اللي بتجيبها من أماكن ما هياش سليمة المصدر، بيبقى هنا هذه الأطعمة عبارة عن قنبلة بيولوجية، عبارة عن لغم موجود منتظر اللي ياخده عشان ينفجر جواه. هذا اللغم اللي مليان مشاكل بتيجي منين المشاكل؟ لأن احنا أصلا في مصر هنا كمجتمع الشارع والدنيا كلها مفيش فيها نظافة المطلوبة لأسباب كثيرة مش هنتكلم فيها كلكم عارفينها. يبقى الحاجة اللي تتحط في الشارع وتتباع في الشارع وإذا كانت غذاء هتبقى بالضرورة في 99% منها ملوثة.
طبعا التلوث دوت ميكروب موجود، محدش يقول طول عمرنا بناكل، وده العيال اللي في الشارع بتاكل من الزباله وصحتها زي الحديد والكلام الخنفشاري اللي هو يدل على عدم وجود عقل، ويحتاج اللي يتكلموا ده يوديه العباسيه عشان ياخد هناك حبه تاهيل عقلي عشان نفحصه، لان ده مش اسمه كلام عقل. والانسان اذا خد منهج غير منهج العقل والمنطق والصح يبقى لا يلومن الا نفسه، وما يقولش انا اسالني انا واسال مجرب ولا تسال طبيب. جمله برضو من الجمل السوداء الشيطانيه اللي الناس بتتداولها، ويبتدي يستمر العادات السيئه على طول من عبر الاف السنين لا تنتهي، ومنها عاده تناول الطعام بدون غسيل، تناول الطعام من الشارع، تناول الطعام اللي انت شايف ان هو عليه كل شحم الشوارع وكل زيوت العربيات وكل التراب بتاع اللي في الجو اللي عمال يتنقل من اكوام الزباله والقمامه اللي موجوده في الشوارع، ويسقط على الطعام ويسقط على الشراب وسيادتك تاكله. هتقول لي انه المحل نظيف، هقول لك المحل شكله نظيف لكن الطعام مش نظيف. هتقول لي الراجل بيبيع كل يوم الناس بتقف قدام منه طوابير، هقول لك الراجل دوت بيبيع للناس والناس بيجي لها اوبئه، ومحدش بيقوب او بيقول ان التعب بتاعه جه من الاكل ده او من الشرب ده. واسالوا العيادات واسالوا الاطباء واسالوا المستشفيات عن عدد حالات التلوث الغذائي وعدد حالات الغازات المعويه والامراض المعويه والحميات في الصيف. يبقى احنا ما ننتظرش لما تحصل البلوى ونقول فين الدوله، فين بتوع الصحه، فين مش عارف مين، فين مش عارف ايه. طب ما انت ما يعني انت نفسك ظبطت نفسك، انت نفسك توخيت الحذر. يعني ايه يبقى اب خارج باولاده او احفاده وبعدين الطفل الصغير يجرجر الراجل الطويل ابو شنب على اي حاجه في الشارع، واحد بيبيع جيلاتي وايديه مش نظيفه، واحد بيبيع عصير وايديه مش شكله هو كهيئه من اصله ما ينفعش ان انا اتعامل معاه كبني ادم من اصله، ولا اقول له سلام عليكم ولا اقرب منه لانه عباره عن كوب قمامه، ويقول لك ده بيعمل كوبايه مش عارف ايه 10 على 10، ده بيعمل سندوتش مش عارف ايه، وبعدين يسموهم اسامي كمان غريبه وياكلوا. يقول لك مش عارف مين، واحد بيقول لي صاحبي ان في مطعم جنب الامسبيرو او شارع الصحافه مش عارف اسمه عبده وساخه، معرفش يعني. تخيل اسم صاحب المطعم او بتاع الفول عبده وساخه، وتهتكن عنده ايه حاجة يعني. مفارقات ما ينفعش الواحد يضحك معاها او يبتسم. مفارقات الواحد يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله الذي عافانا ان في ناس مخها ما هواش مكتمل للدرجة اللي هو يبقى شايف الصح ويبعد عنه وشايف الغلط ويقرب منه. يبقى هنا الميكروبات قلنا بتزيد ضراوة في الصيف لانها بتبقى منتشرة عبر الاكلات الخارجيه والاجازات وكلام من ده. وكمان فتره حضانه الميكروب في الشتاء اطول من فتره حضانه الميكروب في الصيف. يعني ايه يا دكتور الجمده بالعبيكه دي؟ يعني لما يكون في عندي ميكروب موجود في مكان معين في فتره الشتاء والميكروب دوت عنده احداث لمرض، هيبقى الميكروب نتيجة ان الجو البارد ما بيساعدش على نموه زيادة هيبقى تأثيره اقل، مش هنقول ما فيش تأثير. لكن في الصيف لانه الحرارة عالية تحت الجو بتساعد على تكاثر الميكروب اكتر، وبتقلل مناعة الجسم من جوه اكتر، وتقلل المناعة الذاتية للجهاز الهضمي اكتر. فيبقى هنا قلنا الحرب بقت بين اتنين غير متكافئين، واحد بيزك وواحد شارب فنجان قهوة واكل كويس وقاعد وقايم من النوم مرتاح وعامل زي هرقل. ففي الحالة ديت الطرف الأضعف هيبان عليه المشاكل بسرعة وهيبان عليه الأعراض بسرعة، اللي هو إحنا اللي هو المرضى. فيبقى في الحالة دي في الصيف بنلاقي إن المريض كل سندوتش أو كل أكلة حصل معاها في خلال 24 ساعة مشاكل رهيبة في الحرارة، وابتدت الحالة بتاعته تتفاقم، وكمان حرارة جسمه لأن الجو أصلا سخن بتبقى بتزداد بسرعة جدا جدا، فبتبقى فيها فعلا في مشكلة صحية. محدش يهول من الأمور ويقول انه بناخد لها مضاد حيوي او برشامتين بتوع الاسهال في الاجزخانة، او ان احنا بناخد لها اي حقن كده كويسة، او انا عارف بناخد لها ايه، او بنصحن لها ايه، او بنسفلها ايه، او الكلام اللي هو في تواكل وليس في عقل. النزلات المعوية والميكروبات المعويه نتيجه السلوك الغذائي الخاطئ اللي هو تناول الاكلات في من العراء من الشارع من اي مطعم غير مضمون او مشروبات بنفس الطريقه، تؤدي في ساعات قليله
الى مشاكل صحية داهمة تكون خطيرة جدا احيانا على الحياة اذا كانت مصحوبة بحرارة مرتفعة جدا في الصيف، لان الحرارة لن تتوقف اثناء الظهر وبيوتنا المخنوقة والزحمة، ولانه في ناس عندنا معوقين صحيا وصحتهم اضعف بكتير من الناس الاسوياء ومنتشرين بينك بنسبة كبيرة جدا، اللي هم الاطفال الرضع في سن سنة او سنتين، الناس المسنين اللي فوق 60-65 سنة، الناس اللي عندها ضغط او سكر او عندها حامض بوليك اللي هو النقرس عالي، او عندها مشاكل في الكبد متقدمة، او عندها مشاكل في الكلى متقدمة، او عندها جلطات سابقة في الساقين او في الرئة او في القلب او في المخ او في العين، او الناس اللي عندها حاجة اسمها روماتويد او الزئبة الحمراء، او الناس اللي بتاخد علاج لاورام كيميائي او اشعاع، مجموعات كبيرة. لو انت بقى حضرتك قعدت كده بورقة وقلم وصنفت دول يطلعوا مين ومين ومين من اصحابك، هتلاقي عدد كبير. طب الناس دي عاملة زي بالظبط البنزين او محطة البنزين اللي الواحد بيبقى داخل كده لا يكترس ويروح مولع جواها ولاعة او رامي جواها عود كبريت على الارضية، تنفجر تولع في ثواني ومحدش يلحقها. ليه؟ لانها ما عندهاش مناعة، لان البنزين قابل للاشتعال. وهذه النوعيات من البشر اللي قلنا عليها، الاطفال المسنين اللي عندهم امراض متقدمه، الناس اللي عندها امراض في المناعه، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، دول عاملين زي البنزين. يعني مجرد ما يبوس واحد زوره تعبان يتكوم، مجرد ما ياكل سندوتش او رغيف ما هواش نظيف يتقلب، مجرد ما ان هو يشرب اي حاجه ملوثه يجيله كارثه. يبقى هنا دول ما بيبقوا عرضه للمشاكل الخطيرة والمضاعفات العنيفة، واللي ممكن تؤدي لا قدر الله إلى الخطورة على الحياة ذاتها. فالكلام هنا بياخد أهمية. الكلام مش مجرد إن احنا بنلتقي بحضراتكم عبر قناتنا الجميلة الصحة والجمال علشان ندردش مع بعض ونقضي وقت، لا، عشان نستفيد معلومة وعشان نعمل بهذه المعلومة. لانه ما ينفعش ان حياتك تقعد تمصمص شفايفك وانت قاعد تتفرج على التلفزيون وتقول فيه فعلا كذا ناس بتعمل كذا، او تضحك وتقول ده الواد فلان ابن اختي كان طول بياكل طول النهار من الزباله وعامل زي الطور، ما حدش عامل زي الفيل، ما حدش بيقدر على صحته، والكلام اللي هو غير منطقي، غير منطقي. لان مش كل مره تسلم الجر، يعني انت هتفضل كل شويه ترايح جاي رايح جاي تحوم حول المشاكل لغايه لما تلزق فيك المشاكل. واحد كل شويه يعدي قدام واحد قليل ادب في الشارع، فبالتالي مره في مره في مره في مره هيحتك بيه ويحصل مشكله، هيقل من قيمتك. طب لازمتها ايه؟ ما تبعد عن الشر وتغني له. هو احنا مش عرفنا في ابتدائي من زمان من 600 سنه انه الوقايه خير من العلاج؟ ولا دي جمله جديده؟ ولا دي جمله اجنبيه؟ ولا جمله جايه من المريخ؟ ولا مكتوبه بلغه فارسيه ولا امهريه ولا لغه مش عارف سرياليه؟ مكتوبه باللغه العربيه واحنا بننطق عربي، ومفروض ان احنا نفهم. ايه المفروض؟ ان احنا نفهم. اذا كنا مش هنفهم يبقى عيب، لان ما حبش ان احنا يقول علينا ناس مستهترين. وبعدين المشاكل الصحية يا اساتذتنا، بحكم ان انا راجل بشتغل في هذا المجال بقالي سنين طويلة، ما شفتش حاجة في الدنيا بتزل البني ادم اكتر من الصحة. يعني الفقر ما يزلش، دي حل، اي حاجة ليها حل الا الصحة. ربنا يعافينا ويعافيكم من اذلال وهن الصحة او ضياع الصحة او فقد الصحة او ضعفها. الصحة نعمة، ونعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. واذا قدرت انك انت تحمد ربنا على انك انت تحافظ على هذه النعمة، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها ويستبقيها عندك حتى يقضي الامر ويقضي القضاء باذنه تعالى. لكل اجل كتاب. لكن انت تسعى الى الهلاك وتودي بنفسك للتهلكة وتقول فين ومش فين والجعجعة والكلام الفاضي والكلام اللي يخلي اي حد وانت تعبان كده ياخدك قلمين لانك انت عملت الحاجة غلط من نفسك، طبعا ما يجيبش. والكلام مش كيمياء ولا محتاج جهاز لابتوب ولا ان احنا نفتح الويب على مش عارف ايه ولا ادخل ناس كلية الطب، لا. ابجديات الصحة معروفة، النظافة والوقاية وعدم التعرض لمصادر العدوى. هنا اللي هو نبعد عن الشر ونغني له بالمثل بتاع ايه؟ بتاع والدتي. يبقى هنا الكلام ماشي على النسق السليم. امراض الجهاز الهضمي في الصيف على كل مستوياتها، سواء
التسمم الغذائي او النزلات المعويه الحاده او الاصابه بميكروبات محدده زي ما قلنا اللي هي مثلا زي ميكروب الحمى الملطيه او البروسيلا او التيفود او 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 والكوليرا كانت بتيجي احيانا، كل هذا الكلام ممكن جدا التخلص منه بهدوء عن طريق ان احنا نربي اولادنا على النظافه، ونربي عيوننا على النظافه، ونربي ايدينا على النظافه، ونربي جوفنا على النظافه. وده كلام مش صعب. عايز تاكل حضرتك في عندك في البيت موجود الاكل، او اعمل اكل بايدك انت، ودايما تبقى الاكل قلنا اللي بيجي من الشارع ايا كان وهيتحط قدام منك، الخضار او الفاكهه اللي بنسميهم دول خضار وفاكهه، دول لازم يتغسلوا غسيل جيد جدا بالميه والصابون عشان تشيل الشحم والوحل اللي فيهم. وبعدين بعد كده تبتدي تحط هذه الفاكهه او الخضار في طبق مليان ميه، وتحط عليه نص ليمونه او معلقه خل صغيره علشان تبقى برضو وقايه من الكثير من الميكروبات بعد الغسيل. بعد كده استعملها حضرتك وانت غاسل ايديك، مش تغسل الاكل وايديك مليانه يعني حاجات ما ينفعش نتكلم فيها حتى لو مش ظاهره. يعني انا ايدي اللي موجوده دلوقتي قدام حضراتكم قدام الشاشه ما هياش ايد نظيفه. ليه؟ لانها حط على الازاز هنا، وتسقت بيها العربيه، وتحركت بيها في الطريق، وتراب الشارع جه عليها. ما ينفعش ان انا امد ايدي في طعام واحطه من غير ما اغسل ايدي في الاول. طبعا كلام ممكن الناس تتريق عليه، يقول لك يعني هنغسل ايدينا نغسل ايديك قبل الاكل وبعده؟ اه، ما هي الجمله دي كانت موجوده على كراساتنا في المدارس زمان، على الغلاف من ورا، على كل الكراسات. النظافه من الايمان، غسيل اليد قبل الاكل وبعده، محاربه الذباب، كلام من ده، خمس ست تعليمات كانت قواعد ذهبيه وسهل فهمها للطفل اللي لسه بينطق عشان ياخدها كقواعد صحيه صارمه مدى الحياه. لما كل يوم تفتح عينيك على الكراسه يلاقي في وشه اغسل يديك قبل الاكل وبعده، لازم غصب عنه هيبتدي هو يتالف مع هذا الوضع ويغسل ايديه. الزن يبتدي يخلي الواحد ينفذ الحاجه. واحنا لما نزن في الصح يا ريت، بدل ما احنا عمالين نزن في الخطر والخطا والهطل والكلام اللي ملوش اي معنى والكلام اللي بره اي منطق. لما نيجي نتكلم على مرض مثلا من الامراض ديت اللي هو مثلا زي مرض التيفود، نقول انه ده طبعا ميكروب معوي بيبقى موجود، كان يعني اشهر نواقل هذا المرض الذباب اللي عمال يلف حواليك ده كل شويه، واللي موجود معاك وماشي معاك جوه العربيه وفي المكتب بتاعك، ومسحب لك مثلا 10 12 دبانه بيلفوا معاك طول النهار. فطبعا هذا الذباب اللي احنا بنستهتر بيه هو اللي بيقف على اماكن القمامه واماكن المجاري، وينقل باقدامه اللي بيقف عليها الملوثه، يقف على الطعام فينقل الميكروبات ومنها ميكروب التيفود. يعني الراجل اللي بيقف في المحل بتاع الكشري او محل الفول والطعميه او محل العصير ايا كان، او بتاع الفاكهه او بتاع الخضار، اللي هو اصلا ايديه مش نظيفه وبيسلم لك الاكل بايديه وانت اكلته ما غسلتوش، هو الراجل ده دبانه. هذا البائع الجاهل، هسميه جاهل لانه ما يعرفش، هو دبانه لانه بيقوم بعمل الدبانه. الذباب بيقف، الذباب نفسه ما فيهوش مرض لكن هو ناقل للمرض. فالذبابه دي اللي هتيجي تقف على صندوق الزباله اللي في الشارع اللي قد الهرم الاكبر دوت، اللي مليان فوائد الطعام تكفي محافظه تانية، ما اعرفش ليه بواقي الاكل بتترمي في الشارع، ما احنا اولى بيها. اللي عنده رغيف زياده يجيب بعد كده رغيف اقل ويخليه عنده لغايه لما ياكله. المهم ربنا يهدي. فالموضوع اللي هو ان الدبان اللي بينقل الاكل بالطريقه دي هو نفس الراجل اللي بيبيع العصير او بيبيع الخضار او بيبيع كذا او بيبيع كذا، هو نفسه ايديه اللي ما بيغسلهاش دي. طب هيغسلها ليه؟ يغسلها ليه؟ لانه بيتعامل مع اكل. يعني هو احنا في بلاد بره؟ يعني هو بلاد بره احسن مننا؟ احنا اللي علمنا النظافه لاولاد بره، مفيش داعي للكلام، مفيش داعي للتفسير. احنا اللي علمنا العالم النظافه. هنيجي النهارده نعلم نفسنا الوساخه؟ ما ينفعش يا اساتذه. فلازم كل واحد يتقي الله، كل بياع يبقى عنده حنفيه، او كل من في ميه جاريه وبعد ما يخلص بيعه ده بالواحد يغسل ايديه بشويه ميه جاريه وحبه صابون سائل موجودين جنبه كده ربع كوبايه، ياخد منها نقطه كده على ايده يغسل بيها ايديه، انتهت القصه.
دي كيمياء، دي محتاجه جهاز ذري نجيب ولا فلتر ولا جهاز جايبينه من امريكا او نسافر له بره، شويه صابون سائل في كوبايه صغيره، لو جاب كيلو صابون سائل او كيس صابون سائل بجنيه هيكفيه شهر، وكل من صغير او زير صغير او حاجه علبه صغيره للميه فيها حنفيه يفتحها يغسل ايديه كل شويه، او يجيب جوانت بلاستيك يبيع بيه حاجته للناس اللي بتشتري منه اكل. انا حقي على هذا البياع كذا، وهو المفروض والواجب عليه انه يعمل كذا. هو بي 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 ما بيعيش الواجب اللي عليه او بيهدر فيه، وانت حضرتك ما بتاخدش حقك. فبالتالي المشاكل موجودة. حد يجي يقول لي بقى فين بتوع الصحة او فين الدولة، هو عارف انا هعمل فيه ايه. لانه ما ينفعش اتخلص انا ابقى مخطئ في حق نفسي واجي اشتكي. لازم الاول الانسان يبدأ بنفسه. اذا الانسان عارف حقوقه وواجباته وبهدوء، خدت حاجتك من واحد نظيف لانه نظيف، ما لقيتش واحد نظيف ما تاخدش مش من نظيف، هتاخد منه تبقى تخسر الحاجة مبدئيا. بس هو المفروض انه يعمل كده، وانت تنصحه، وتنصحه النصيحة بالراحة مش بالخناق، ولا تقوله المفروض وهتخش النار وتخش جهنم وتعمله الدنيا سودة، لا برضو. يعني الـ 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 المسائل في النصح بتبقى محتاجة هدوء، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاحنا برضو لازم نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وانه لما دخل مكة سجد على الارض عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، سجد كي يحمد الله اولا، وكي يدعو الله ان يتجنب شر الشيطان في الغرور والكبر. فالانسان رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. احنا كبشر اضعف منا ملايا، مخلوقات هشة. اي نعم في ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بانه يعني نفخ فينا من روحه وبوس فينا هذه الحياة بنعمة منه وكرم، واحنا اللي قلنا عاوزين نتحمل المسؤولية برغم انها مسؤولية يعني ناءت بها الجبال ورفضتها كل مخلوقات الارض، وهي الحساب والمحاسبة. ومدام انا ارتضيت لنفسي كبني ادم ان انا اتحاسب عند ربنا وعلى قد الثواب والحساب بتاعي ربنا سبحانه وتعالى يديني او يعاقبني، فلازم اكون على قد المسؤولية. كل واحد فيكو يبقى على قد مسؤولية انه هو بني ادم. كل واحد فيكو يبقى عارف انه هو لازم الصح اللي يتعمل. كل واحد فينا لازم يبقى عارف ان اقل حاجة غلط هيعملها ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليها. لو اقترفت مثقال ذرة من ذنب ستراه، ولو اكتسبت مثقال ذرة من حسنات ستراه. فمحدش يقول دي حاجة سهلة ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اوعى تستهتر بخطأ، لان الخطأ دوت كمان هيبقى اسود واسود لو حد قلدك فيه، هتحمل عبئه ووزره ووزر من عمل به الى يوم القيامة. طب هي ناقصة؟ اذا كنا احنا شايلين بلاوي هنشيل بلاوي غيرنا كمان؟ يعني الواحد مش عارف يعمل ايه علشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه التوبة وتقبل منه الاعذار والاستغفار فيما يقترفه من مشاكل يومية على مدار 24 ساعة. ومع هذا هتتحمل كمان ذنوب غيرك اللي انت عملت بها يعني سنة سيئة الناس تتداولها عبر القرون او عبر الافراد بعضهم لبعض. طب ما تتقي شر الكلام ده كله، امشي عدل يحتار الشيطان فيك، امشي عدل، ابتدي دايما راعي الصح، لا يصح الا الصحيح. لان هي مشكلة المشاكل كلها ان احنا بنستهون الخطأ. فنرجع تاني للدبانة والراجل بتاع العصير والنقل الميكروب. فالميكروب اللي هو اسمه ميكروب السالمونيلا دوت بيبقى موجود في القمامة وموجود في الزبالة وموجود في الفضلات بتاعت المجاري، انه بيخرج عن طريق الشرج وعن طريق البول في الناس المرضى او اللي هم حاملين ميكروب. فيبتدي الميكروب دوت يبقى موجود في الحاجات اللي مختلطه بالمجاري. مختلطه بالمجاري يعني ايه؟ المجاري بركه صغيره فيها ماسوره بتاعت مطعم ما فيهوش صرف صحي، ماسوره مضروبه، اي كلام، صرف صحي بايظ في منطقه، الكلام ده كله.
طيب هيعمل ايه الدبان؟ يعني الميكروب ده لما يتحط على الاكل، الدبانه دي تقف على الاكل بتاع سيادتك، سواء رغيف العيش اللي انت حاطه في المطبخ، او سواء الكوبايه اللي اتحط فيها حبه عصير او حبه لبن وهتيجي تشربها بعد شويه وما غطيتهاش، او سواء طبق الفاكهه اللي اتحطه جنب منك وانت قاعد قدام التلفزيون عمال تقزقز فيه وقاعد قدام منك حوالي نص ساعه او ساعه، اكيد دبانه دخلت من الشباك راحت نطه واقفه عليه، او سواء طبق اللب اللي انت حاطه ده اللي عامل زي الاروانه بتاعه الجماعه قرايبنا بتوع المعمار اللي اتحطوا قدام منك بقى، اللي هم حزب الكنبه اللي انتوا عارفينه، الناس اللي هي غاويه قاعده قدام التلفزيون ديت 24 ساعه لا تتحرك، كانها هي والكنبه والتلفزيون يعني بيلت ان، يعني جهاز واحد. زمان كده كانوا يقولوا ان في جهاز فيديو مع جهاز التلفزيون في جهاز واحد، فبدل ما تشيل الفيديو هنا وتحط التلفزيون هنا لازقين في بعض. دلوقتي بقى مع العفش، في ناس بتيجي مع العفش الكنبه معاها اللي قاعد عليها معاها التلفزيون والريموت كنترول، دول كلهم كده صبه واحده، بييجوا يتحطوا في حته معينه من الشقه ما يتحركوش من مكانهم، عايز اي حاجه يشاور بايده، يبقى اي قايم متضرر، لو هيهرش عايز حد يهرش له. طبعا الناس دي على طول النهار حاطه قدام منها اكل عماله تلغ، الاكل اللي بيقف قدام منها مده كبيره دوت طبعا ده متغطي ولا حاجه، فلازم طبعا دبانه تيجي تسلم عليه، ما هو الراجل قاعد بقى منتظر اي حاجه تحصل، تقف على دماغه وتقف على الاكل تبقى تنقل الميكروبات ليه. هيحصل هنا التيفود والنزلات المعويه والميكروبات، يبقى ادي وسائل نقل الميكروب. او ايديك مش نظيفه بعد ما اتعاملت بيها مع فترات معينه، واحد راجل بيشتغل مثلا مسكين بيشتغل بينظف السلالم وبيشيل الزباله وبتاع، ده راجل بيعمل عمل كويس وعمل صالح وعمل شريف وعلى قد جهده وبيحاول ان هو يقتات من مال حلال وما بيحاولش ان هو يطلع بتاع على الشارع ولا يروع الناس ولا يعمل حاجه اسمها معرفش لجان مش عارف ايه ويبقى معاه سنجه ومعاه كذا ويكسر العربيات ويفتعل المشاكل، لا ده راجل ارتضى ان هو يعمل في وظيفه خفيفه على قد سنه ويطلع السلالم بتاعت البيوت ويشيل الزباله يحطها في اكياس ويحطها في اماكن معينه وهكذا. الراجل الغلبان ده ما يعرفش ان ايديه دي اللي بيشيل بيها الزباله ما ينفعش تتحط في بقه الا لما يغسلها غسيل جيد جدا بالميه والصابون وحته ليفه كده عشان بقايا الشقوق اللي في ايده تتنضف كويس من بقايا التراب والطين والعفار اللي فيها الميكروب اللي انت سيادتك مش شايفه واللي ما حدش يقول لي ده اكل كويس. فطبعا الناس اللي بتاكل اكل من غير غسيل ايدين او الاكل المكشوف ممكن يكون موجود فيه ميكروب السالمونيلا اللي هو بيعمل التيفود، هيعمل ايه بقى؟ كام يوم كده ونلاقي البني ادم يحس ان هو مدهمل مهدود مش قادر يقف، مصدع صداع رهيب جدا جدا، عينيه مش قادر يحركها، ظهره مش قادر يفرده، وسخونه بتيجي بالليل كده او على اوقات سنه بسنه كل يوم تزيد. انا تعبان، انا مهدود، انا بين داخلني عيا، انا يمكن واخد برد، ده الجمله بتاعتنا كلنا في مصر طبعا كلنا بناخد برد، كان البرد ده يعني موجود كده بيستعصر الناس كلها، مفيش امراض تانية في العالم، مع ان احنا قلنا قبل كده مليون مره ان مفيش حاجه اسمها برد معاه ارتفاع الحراره. نزله برد يا اساتذتنا يعني معناها ان واحد عنده مناخيره سايبه وبيعطس وممكن يكح ويبقى جسمه مكسر، لكن مفيش اي نص درجه حراره مرتفعه. خلاص الكلام ده واضح عشان محدش يجي لي حرارته 41 ويقول لي اصل انا عندي برد شديد بقالي كذا يوم من يوم العيد. يا حلاوه، يعني بقالك 10 ايام او 12 يوم جسمك حرارة مرتفعة، ربنا سبحانه وتعالى نجاك من الهلاك وعاوز تقول ان هو برد كمان؟ يعني البيت واقع والبيت مشرخ والدنيا كلها الحيطان عمالة تقع وبتقول ان احتمال ان يكون في شرخ في البيت وفي منه سقفين وقعوا؟ ما ينفعش. فأعراض التيفود بتبقى هذه الأعراض، ومع الأسف الشديد ما معهاش أي أعراض معوية عنيفة أو واضحة، يعني الناس فاهمة ان هو اللي عنده تيفود ده يبقى عنده إسهال وعنده ترجيع وعنده مغص جامد وبطنه بيتألم منها، لا ولا حاجة من دي خالص، ولا حاجة من دي خالص. عشان كده مريض التيفود صعب التشخيص، والأطباء في معظمهم اللي ما عندهمش خبرة بكيفية يعني اكتشافة مبكر للتيفود والتعامل معاه مبكرا وازاي ان هم يحددوه وازاي يتعاملوا معاه طبيا وأدوية وكلام من ده، ده موضوع طويل، بيبقى بيفلت منهم المريض، ولو زاد المده المريض في يعني في المده اللي هي ما خدش فيها العلاج المناسب بيحصل. كان يعني الحمد لله دلوقتي قلت كتير قوي،
كان بيحصل نزيف في الامعاء وبيحصل في انسقاب في الامعاء والتهاب بروتوني، وكنا بنخش في جراحات ونقل دم واستئصال وشغلانه، وكانت بتبقى حاله حرجه. وعشان كده كان التيفود يعني من الحاجات اللي هي تاريخيا خطيره جدا وبشعه جدا، زي السل لما كان زمان بيعمل اوبئه وبيحصد ناس حصدا عنيفا. لكن دلوقتي طبعا الحمد لله رب العالمين، نتيجه انه برضو حصل تغيير في العلاج بتاع التيفود لاجيال افضل من الاجيال القديمه وبكميات اقل واكثر حسما، فبقت العمليه حتى والدكاتره بقوا واعيين شويه. كمان الدواء بيتكتب بتاع التيفود ده عمال على بطال، يعني سواء واحد عنده تيفود او ما عندوش تيفود بيروحوا الدكاتره كاتبينه، فبرضو ده بيقلل بكتير قوي من انتشار حالات التيفود اللي احنا كنا بنشوفها هناك زمان على يعني عدد كبير قوي. يعني برضو احنا قاربنا برنامجنا الجميل الغالي في قناتنا العزيزة الصحة والجمال على الانتهاء، وبرضو دايما ارجو ان يكون في رسالة، الرسالة دي بتبقى وضوح الجملة اللي عايزين نقولها، ما يبقاش بنتكلم وخلاص. لو خرجنا من هذه الحلقة بانه النظافة في مصدر الاكل اللي بناكله مهمة جدا 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 جدا، يبقى نجحنا. ولو عرفنا ان احنا لو ما غسلناش اكلنا كويس وايدينا كويس واخدنا الاكل من مصدر موثوق فيه ونضيف، ونبقى نحلف على ان هو نضيف بان احنا الاكل مغسول قدام مننا ومتغطي، يبقى مش لا نرومنا الا انفسنا. واحنا لو ما عملناش كده واحنا عارفين ان اللي احنا بنعمله غلط وان احنا بنعملش الصح، ولو اتجهنا لسلوكنا القديم بتاع ان احنا ناكل الاكل المكشوف الغلط واستمرنا في هذه العادة، مش هتصاب بالمرض بس ومش هتتلف صحتك وبس، لا، هتحاسب حساب عسير عند ربنا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه هي الرسالة. انا بقول لكم كراجل مسؤول عن قطاع معين في الطب في مصر اللي هو قطاع الحميات او كذا، وبقى عملت فيه لمدة 40 عام وبقدكم النصيحة، وما اعتقدش انه في حد ممكن انه يوجه لكم نصيحة بهذه الوضوح بهذا الوضوح عنها خبرة متراكمة بهذا الوقت الوضع كثير. لكن انا مش بقول بفخم ولا بكبر في نفسي ولا اعوذ بالله، انما بقول انه اذا كانت النصيحة من انسان موثوق في نصيحته فيجب الالتزام بها. هل هذه القاعدة الشرعية الطبية الصحية الانسانية مفهومة ولا مش مفهومة؟ انا سألت واحد، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واهل الذكر بيقولوا لكم الصح كذا والغلط كذا، وانت هتعمل الغلط هتواجه ربنا ازاي؟ بلاش هتموت، بلاش هتعيا، بلاش هتبهدل عيالك في مستشفيات، بلاش هتصرف فلوس كتيرة، كل الكلام ده كله مقدور عليه. تقدر تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقول له ما سمعتش ما عرفتش، اذا كان عندك هذا الرد واذا كنت راجل مؤمن يبقى هتبقى عارف سكتك فين. اذا كنت هتاخد الرأي الجهجهوني او انت ما عندكش ايمان اصلا ربنا يهدي لك الحال، يبقى في الحالة دي ما لناش دعوة بيك، لكم دينكم ولي دين. ارجوكم ان نحافظ على صحتنا، ارجوكم نتقي الله في صحتنا، ارجوكم نبتعد عن القذارة والمسببات الامراض بقدر الامكان، ارجوكم حافظوا على نظافة انفسكم، ورثوا النظافة وتعليم النظافة لاولادكم واحفادكم وزوجاتكم واخواتكم واصدقائكم. الساكت عن الحق شيطان اخرس، نعوذ بالله من الشياطين ومن همزات الشياطين ومن حضور الشياطين. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا التقدم بالشكر لقناتنا الجميلة الصحة والجمال، وأنا أسعد دائما بتواصلي معكم، وأرجو لكم ولي الصحة والعافية، وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.